حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، ومن مهرجان الرطب في الذيد إلى قصة طموح لا تعرف المستحيل. خطها الشاب خلدون سنجاب برفقة زوجته التي لطالما كانت حاضرة معه في أشد وأجمل أيام عمره. في سن مبكرة تعرض لحادث قلب حياته رأسا على عقب، ولكن إصراره على بلوغ حلمه كان بمثابة نموذج يحتذى به في العزم والتحدي. استطاع المبرمج السوري الشاب خلدون سنجاب بفضل من الله عز وجل وإرادته الصلبة أن يكون أسرة ويتخرج من جامعة الشارقة لينال درجة البكالوريوس من كلية علوم الحاسوب بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. مشاهدينا، نرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ خلدون سنجاب وزوجته السيدة يسرى سليمان في برنامج أماسي، وفي هذا الاستديو الذي يرحب بهم هو وطاقم العمل ككل. مساء الخير وحياكم الله معانا في برنامج أماسي. مساء النور. يا مرحبا. بداية، لا شك لا يمكن أن يعني أبتدي هذا اللقاء سوى بمباركتك، المباركة لك على التخرج وعلى التفوق وعلى تحقيق هذا الحلم. بارك الله فيك. شكرا. أهلا وسهلا. يعني أود أن أتعرف على قصة خلدون سنجاب منذ البداية وحتى اليوم. قصتي بدأت في سوريا. نعم. كان عمري 17 سنة. نعم. غطست في البحر وانكسرت رقبتي. وأصبت شلل رباعي، فقدت الحس والحركة، وكذلك صعوبة في التنفس. وبعد شوب الحرب في سوريا لجأت إلى لبنان، وكانت الأوضاع صعبة هناك، وبفضل الله وبتوجيه سمو الشيخ خالد بن زايد جئت إلى دولة الإمارات. في أي عام؟ في أواخر 2016. أها. عندما جئت إلى دولة الإمارات كنت قد انتهيت من الثانوية العامة أم؟ انتهيت من الثانوية. نعم. ولم أستطع أكمل دراسة حلمي بالدراسة. نعم. بسبب وضع الصحي. جميل. عندما واضح جدا، يعني عندما جئت إلى الإمارات، أول ما وصلت إلى الإمارات يعني قمت باستكمال علاجك هنا في الإمارات؟ نعم، في مشفى أبو ظبي. نعم. قمت بإجراء عملية لمساعدتي على التحرر من جهاز التنفس والتحدث بشكل طبيعي أكثر. نعم. بعد ذلك تحسنت حالتك بشكل تدريجي؟ الحمد لله، يعني وضع الآن مستقر نسبيا. الحمد لله. وبعدين جئت إلى إمارة الشارقة. نعم. وانتسبت إلى جامعة الشارقة. كيف بدأت الفكرة؟ فكرة اختيار جامعة الشارقة للانتساب إليها؟ بمنطقة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم حفظه الله. آمين. لذوي الهمم. نعم. يكمل دراسة في جامعة الشارقة كبقية الطلاب العاديين. نعم. الجامعة كانت مهيئة. نعم صحيح. ما كل الجامعات مهيئة لذوي الهمم، للكرسي صحيح. متحرك صحيح. بشكل عام. فكانت صحيح. جامعة الشارقة مهيئة بشكل كامل، ما في قاعة منفوت عليها إلا بتكون مهيئة. يعني لاستقبال. هذا الشيء علمتم عنه من قبل أم بعد ما زرتم الجامعة وتعرفتوا على مرافقها؟ بعد ما زرنا الجامعة وتعرفنا على مرافقها. ما كنا نحن بنعرف إن الجامعة هي مهيئة بهالكلية الكاملة. عندما قررت استكمال دراستك الجامعية اخترت جامعة الشارقة، وجدت أنها الجامعة الأنسب. نعم. من جميع النواحي، سواء البنية التحتية أو نعم. كذلك المستوى الأكاديمي العالي وغيرها بالتأكيد من الجوانب التي تتميز بها الجامعة.
ولكن ما سبب اختيارك لتخصص البرمجة؟ منذ نعمة أطفالي. نعم. وأنا معجب بالحواسيب. وبرمجت الحواسيب. وكنت أتعلم قبل الحادث. وبعد الحادث أصبح الحاسوب هو نافذتي إلى العالم الخارجي. ووسيلتي للتخاطب. فاستغليت قدراتي في البرمجة لي إثبات نفسي ولتأدية دوري في المجتمع. لا شك، لا شك في ذلك، وهو دور مهم وبارز بلا شك، وبتفوق كذلك أخ خلدون. يعني أستاذة يسرى، كيف كانت ردة فعل العائلة، الأهل عندما يعني استمعوا إلى هذا القرار، قرار خلدون باستكمال دراساته الجامعية؟ يعني هذا كان من الأحداث الهامة كثير بحياتنا وسعيدة. صحيح. هذا حلم رافق خلدون لمدة 20 سنة. هو أخذ البكالوريا من وقت يعني الثانوية العامة ومن كان عمره 17 سنة. وظل عنده هذا الحلم. يعني تخيل أنت شخص عنده حلم لمدة 20 سنة أنه أنا بدي أدرس بالجامعة. صحيح. خاصة أني أنا تزوجت خلدون وكملت الجامعة عنده. فهو كان مثل أنا كنت عيونه للجامعة، أنقول له الأحداث شو شلون الحياة الجامعية، كيف كل شيء هيك، الأمور الحلوة بالجامعة. صحيح. فكان دائما بتشوق أنه هو يدرس جامعة. فلما أخذ هذا القرار، هو كان قرار صعب، يعني ما أنه سهل بالنسبة لنا كعائلة كاملة أنه نكون مع متواجدين مع بعض دائما. يعني خلدون بداوم معه بالجامعة بكل المحاضرات ما شاء الله. فما كان قرار سهل، لكن كان قرار كتير جميل بحياتنا. يعني التحديات التي مررتم بها، هل أضافت لكم شيء؟ هل غيرت فيكم أشياء؟ هي التحديات صقلتنا، خلتنا نصير عندنا مرونة بكل الأمور اللي بتمرق عنا. يعني بداية واحد ما بيكون متعرف على البيئة بشكل كامل، ما متعرف على المشاكل، في مشاكل بتطلع معكم أنت ما بتكون حاطط لها حساب. صحيح. بيخلي الواحد عنده مرونة، أي مشكلة أنه يقدر يتجاوزها ويحلها ويكمل. صحيح. يعني خلدون، كيف استطعت أن تتجاوز جميع المتطلبات، خصوصا بأن هذا التخصص تخصص صعب، يحتاج إلى كذلك تركيز عالي، يحتاج إلى بذل مجهود ربما مضاعف، كيف استطعت أن تحقق كل ذلك لتتخرج اليوم وبامتياز مع مرتبة الشرف؟ قبل ما أدخل الجامعة أنا كنت أتعلم بشكل مستمر بمجهود شخصي، حتى أني ترجمت كتب ما شاء الله في البرمجة من الإنجليزي للعربي. وداخل الجامعة بكل كورس بدرس قبل الكورس ما شاء الله، قبل بداية الفصل الدراسي. نعم. تبتدي الاستعداد، بحضر حالي. وبفهم شو المواد اللي لازم أدرسها. وبدرسها بتعمق شديد، وما بوفر أي جهد أو أي كتاب إضافي أو سلسلة يوتيوب. وبتعلم ما بنام الليل حتى ما شاء الله حتى أجيب المعدل. يا سلام. يعني هو بالفعل قصة شاب استطاع أن يقهر جميع الظروف وأن يحقق هذا الحلم، وأعتقد الحلم ما انتهى، هناك استكمال إن شاء الله لهذا الحلم. لكن يعني ولكن في الحقيقة هناك ما كذلك يستوجب علينا أن نتوقف عنده. كيف كنت تشعر وأنت في الجامعة بين زملائك الطلاب؟ ماذا عن الجوانب التي تتعلق كذلك بسهولة الانتقال في الجامعة والتنقل، سواء من الفصول الدراسية إلى المختبرات إلى السكن الجامعي إلى غيره، هل هي كانت من العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح؟ أنا وجودي في الجامعة كان شعور فرح كبير، كنت أحقق حلم، حلم قديم
غالي وعزيز، كنت أشعر بالفخر. وبالنسبة للتنقل هو موضوع صعب يعني، خاصة أنا طول عمري كنت مرتبط وملقى على السرير، وموضوع أنه أجلس على الكرسي وأخذ أجهزتي معي للجامعة والمواصلات، كلها كانت عملية معقدة. صحيح. ولكن بفضل الإصرار، مساعدة زوجتي، مساعدة عائلتي، ومساعدة ابنتي، ابنتي كانت تأخذني للجامعة في أول 6 أشهر هي لوحدها. ما شاء الله. فكان جهد كبير. والحمد لله أن هذه الجهود أثمرت واستطعت أن أسعد عائلتي. الحمد لله. ما اسمها بالمناسبة؟ ابنتي اسمها جودي. اهلا، يعني نرحب بها بالتاكيد، نوجه لها تحيه ونحييها على في الحقيقه هذه الجهود التي بذلتها مع ابيها، والله يجعلها يا رب باره بوالديها باذن الله ان شاء الله. يعني استاذه يسرى، هناك ربما بعض المواقف التي لا تبارح الذاكره طوال فتره الدراسه الجامعيه، لان هي نقله في الحياه بشكل عام من مرحله الدراسه في المدارس وصولا إلى مرحلة الحياة الزوجية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الدراسة الجامعية. بعض المواقف أثناء مرحلة الدراسة الجامعية لا تبارح الذاكرة، هل تتذكرين شيئا منها؟ المواقف المفرحة يعني بشكل عام، اللي تعتبر من المواقف التي ربما كان لها بصمة أوصلت كذلك يعني الأخ خلدون إلى ما وصل إليه اليوم من تفوق، ولله الحمد. بتذكر كيف أول مرة ندخل فيها على القاعة، يكون مثلا الدكتور ما عنده خبر أو بموضوع خلدون مثلا، فبيتفاجأ بأنه هذا طالب عنا هون، فبقول له إيه، بقول لي طيب وأنتي شو بتكوني معه؟ مثلا بقول له أنه أنا زوجته، كيف يعني أنتم متزوجين وجايين على الجامعة سوا؟ فهي كانت من الأشياء اللي أنه اضحك أنه بس يداوم. مثلا اول فتره كان ما يقدر يحكي، كان صوته كثير منخفض، فلما كون انا صله التواصل بينه بدك ادرى هو يحكي وانا اترجم له وارجع احكي مع الدكتور. نعم. فدائما اخربط بالترجمه، هو لانه بيحكي بالانجليزي وانا مش كثير بالانجليزي. نعم. فبخربط بالترجمه وبصلح. فهي المواقف كثير كانت طريفه. صحيح. بعدين لما صار هو يحكي لحاله فهي القصه ما عاد عندي اياها مشكله. صحيح. بس كانت رده فعل الدكاتره او رده فعل الطلاب احيانا تكون ملهمه كثير، ويعني استجابتهم وعطائهم وهيك، واحيانا تكون شوي فيها هيك محزنه. لا شك. لكن بالشكل العام مع الوقت تعودوا على خلدون، وشافوا انه هذا الشخص مش انه بس شخص من ذوي الهمم، شافوا هذا شخص من ذوي الهمم والهمه العاليه. خلدون كان مقيما في الجامعه؟ نعم. في السكن الجامعي؟ نعم. سهل عليه هذا الامر؟ طبعا. قبل ما كان مقيم بالسكن الجامعي حوالي شي سنة ونص، كانت يعني تعتبر معاناة، هي من الصعوبات اللي كتير كانت كبيرة. التنقل لأنه البيت كان بعيد عن الجامعة، وخلدون بحد ذاته لحتى يكون جلس على الكرسي فبده 2 ساعة تحضير، وبعدين 1.5 ساعة لنوصل على الجامعة، فهدول تقريبا شي 3.5 ساعة هدول بيروحوا بالذهاب وقدم منهم بالإياب. بعد الاستقرار في الجامعة صاروا 5 دقائق يعني. الحمد لله. من السكن الجامعي للمباني الجامعية 5 دقائق. صحيح. دعني استقل ما تبقى لدينا من الوقت وهو قليل. طموحاتك المستقبلية، طموحاتك بلا سقف، عندما دخلت الجامعة كنت تنظر إلى المركز الأول وحققت هذا الأمر، تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ماذا عن القادم؟ أطمح أن أرد الدين للإمارات ولعائلتي ولكل المجتمع الذي آمن بي. نعم. أطمح أن أؤسس الشركة إن شاء الله، وأطمح أن أكمل دراستي إن شاء الله، وأطمح أن
موظف خبراتي لخدمة دولة الإمارات بإذن الله إن شاء الله. يعني في واقع الأمر نفخر بأمثالك، ولا أذيع سرا حينما شاهدت خبر تخرجك الأسبوع الماضي على صفحات الجرائد قمت بتصوير هذا الخبر وإرساله إلى فريق الإعداد، طلبت منهم استضافتك في برنامج أماسي، وسعدت أكثر عندما كانت هذه الاستضافة في هذه الحلقة التي أقدمها لهذا اليوم. سعيد وفخور أشارك العائلة الكريمة هذه الفرحة، ونراك دائما في المقدمة بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا إلى هنا بالتأكيد نصل إلى ختام هذه الفقرة، ونشكر كذلك ضيفنا الكريم وزوجته الكريمة على حضورهم، ونتمنى لهم التوفيق.